هايم في كلامه معني قبضه في قلبي وعايش بيه هفضل عمري جاي احكي انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي نتف بيه شهوة قلبي وقلبي سمايا لذة عمري وعمري ده فيه انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي نتف بيه شهوة قلبي وقلبي سمايا لذة عمري وعمري ده فيه لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع رحلة حب تاخدني إليك وافتر حالي شاخص لي عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا ساكن في رحلة حب تاخدني إليك وافتر حالي صار عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا أنسى 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 مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني ده اللحن اللي انا عايش بيه انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته يملى كياني ده اللحن عايش بيه لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع. كنا برنم أنسى مكاني وأنسى زماني وأنسى الكل وأفكر فيه. أنا متأكد أنت بتسمعنا دلوقتي وأنت مشغول بالنتيجة اللي ما جاتش زي ما أنت عايز ومشغول بالتنصيب ومشغول ببكرة يحصل إيه مشغول بالبيت والمشاكل اللي فيه أنت مشغول جدا جدا. لكن النهاردة عايز أوصل لك رسالة من خلال الترنيمة اللي كنا برنمها دي. انسى بس فكر انسى حاجة بس افتكر حاجة تاني ان ليك اله عظيم ليه سلطان كبير يعرف يعمل في البحر طريق يعرف يغير الاجواء الاسود تتحول الى كائنات اليفة لطيفة ما تقدرش تاكل دانيال الحوت يبلع يونان بس ما يعملوش حاجة النار تبقى تزيد 7 أضعاف بس ما لهاش تأثير إلهك العظيم يعرف يغير في حياتك ويحول بأمور عظيمة جدا بس أنت حول عينك كده وارفعها عليه. عشان كده الترنيمة اللي جاية بيقول فيها المرنم أنا هفرح مش بيا ولا بالنتيجة ولا بالظروف أنا هفرح بيك أنا هعمل تحويلة كده شفت من نفسي ليك أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا ههتف ليك. استأذنك رنم معانا وشجع اللي جنبك في البيت يرنم معانا وقول الكلمات دي. هفرح بيك علشان انت بتكفيني
واقف ليك علشان انت بتحميني، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام يطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، وانا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتف ليك. مش راح انزل مش راح انزل عين من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك، مش هذا المجد جلالك. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك، بشهادة المجد جلالك، وانا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتف ليك علشان انت، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتف ليك علشان انت بتحميني، بقلوب فرحانة بنعلي غنانا الاسم اللي فدانا، نرفع تسبيح هاتوا الاوتار عضو مزمار، غنوا الاشعار لاسم المسيح، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 لاسم المسيح، هللويا لاسم المسيح. قال مين زي إلهنا، مين زي إلهنا اللي مقام رفعنا ومع أجلسنا في السماويات، بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا ومع بعيوننا بنشوف آيات، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 هللويا، هنشوف آيات هللويا هنشوف آيات، ندخل لحجاله ندخل لحجاله نشبع بجماله نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا نوره يغمرنا سروره نهتف في حضوره حمد وتمجيد، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 هللويا، حمد وتمجيد هللويا، حمد وتمجيد هللويا. هتفرح، هتتغير، هتترفع فوق كل الظروف اللي انت فيها لما ترفع عينيك على الرب. في ترنيمة جديدة كان نفسي تكونوا معانا عشان نرنمها مع بعض، ترنيمة جديدة خالص بتقول لتكن مشيئتك. انا عايز اللي يحصل في حياتي تكون انت موافق عليه، تكن مشيئتك في حياتي، اللي فات واللي حاضر واللي آتي، مش ممكن أخطي بدونك أنت، مستنيك تنور خطواتي. قرار سهل خالص، أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح. رن معنا الكلمات دي.
الحاضر واللي آتي، مش ممكن أخطي بدونك أنت، مستنيك تنور خطواتي وتكون مشيئتك في حياتي. واللي فات والحاضر واللي آتي، مش ممكن أخطي بدونك أنت، مستنيك تنور خطواتي. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. قد يكون مشيئتك وإنت قادر تدي سلام وراحة في المخاطر، واللي نشوفه مش ممكن ونادر، تدي كلمة منك إنت يبقى حاضر. لتكن مشيئتك وإنت قادر تدي سلام وراحة في المخاطر، واللي نشوفه مش ممكن ونادر، تدي كلمة منك إنت يبقى حاضر. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. لتكن مشيئتك وانت أقوى من أي مشاكل أي شكوى، وأنا محمي في حضنك وظلك، بالضعف في جنبك انت دامي قوى. لتكن مشيئتك وانت أقوى من أي مشاكل أي شكوى، وأنا محمي في حضنك وظلك، بالضعف في جنبك انت دامي قوى. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. أنا واثق فيك إنك بتعمل الصح، خير ورحمة ونعمة وجود إيدك اللي بتسمح، واللي يمشي وراك ويصدقك ينجح، تشهد عنك كل مواقف في حياتي. واللي يمشي وراك، اللي يعمل مشيئتك، اللي يثق فيك، اللي يبقى عايز مشيئتك، وينبغي أن ذاك يزيد، مش عايز مشيئتي ومصالحي الشخصية، هو أكتر واحد على فكرة بينجح. نفسي أرنم مع حضراتكم الترنيمة دي اللي بيقول فيها المرنم: أنت أعظم أب شفته. يمكن تقول طب ما انا عايز مشيئتي تنجح، انا اولى، وانا عارف ايه اللي ينجحني، وانا عارف ايه المكان اللي انا هستريح فيه. بس تاكد ان ليك اب سماوي عظيم قدير، هو شايف الصح بتاعك فين، هو شايف الافضل ليك فين. رنم معانا الكلمات دي: كل السنين ما تفوت يا رب، كل عمري ما يجري فيه. Thank you.
بيجري بيا بكتشف يوم بعد يوم انا قد ايه مليان خطيه كل ما يمر الزمان بتبان عيوبي المداريه احسبها قلقه ان حبك رغم نقصي كتير عليا من وقفت قصاد مرايتي ببقى خجلان من حقيقتي بس بلقى الحب دايما بيناديني في كلمتك انت اعظم حب شفته انت اروع حب عشته الزمان بتزيد قساوته وانت اطيب قلب حب لما بسأل لحبيبني بلقى صوتك بيجاوبني مهما يحصل ما انت ابني ومهما كان الأب أب بتناديني وبتعاتبني مهما سبتك مش سايبني كل هدفك ان اعيش العمر كله في نعمتك لسه الزمان فاكر ويشرب اني ياما كسرت قلبك لسه فاكر لما فضلت البعاد وهجرت دربك يوم ما غمل واجمعي سبت بيتي وبعت حبك يومها كان نظرة عينيك رغم اللي كان بتقول بحبك لما جيت ارجع اليك بصيت لقيت صورتي في عينيك زي الخروف الضال ابني وبحنان قبلتني انت اعظم قد شفته انت اروع حب عشته الزمان بتزيد قساوته وانت اطيب قلب حب لما بسأل لحبيبني بلقى صوتك بيجاوبني مهما يحصل انت ابني ومهما كان الاب اب ما حسبتنيش عن جرحي ليك اوجاعي بايديك ولقيت ايديك ممدوده ليا وجوه حضنك خدتني انا ما افتكرش نفسي حال واحدة حلوة بطول ماضية أنا أبقى إيه غير قلب قاس شخص مولود بالخطية أنا اللي بعرف بس أخون أنسى الوعود وأجرح فدية كنت طول عمري بسيبك وأنت بتدور عليا مش بجيلك غير في جرحي عمري ما افتكرك في فرحي قلبي دايما ناسي انك انت مصدر فرحتي انت اعظم ما بشوفته انت اروع حب عشته الزمان بتزيد قساوته لما بسأل ألقى صوتك بيجاوبني مهما يحصل انت ابني ومهما كان الأب أب بس رغم قساوتي بيك بلقى ايدك مش ايديا
لما عيني في مرة تبكي انت تمسح دمعتي. انت اعظم حب شفته، انت اروع حب عشته الزمان، وانت اطيب قلب حاب لما بس حبيبني بلقى صوتك بيجاوبني. مهما يحصل انت ابني، ومهما كان الاب اب، ومهما كان الاب اب. اشكرك من كل القلب يا رب، لانك انت اعظم اب، احن اب يا رب، اطيب اب. انت الاب الصالح الامين اللي بتجبلنا زي ما احنا، مهما كانت ظروفنا وخطايانا، مهما كان اللي جوانا من شر يا رب، ما زلت بتحبنا محبه كبيره. عشان كده يا رب علمنا نثق فيك يا رب، علمنا نرفع عينينا من نفسينا ونحطها عليك، نحط كل ثقتنا ومحبتنا وطاقتنا ليك وحدك يا رب. كلمنا ووصل برساله قويه لكل واحد فينا، ولا كل المجد. خير يا شباب، فرحانين نكون معاكم، بس كنا مشتاقين خالص تكونوا معانا في القاعة، نفرح مع بعض وأشوف وجوهكم المبتسمة وأسمع سقفتكم وأنتوا بتشجعونا، دي بتفرق معانا كتير. عايز أشكر رب كتير لأجل مؤتمر بصمة ثانوي، بشكر رب لأجل فريق العمل في بصمة. عرفت النهاردة وأنا بحكي معاهم أنه كان في ترتيبات من يناير والتحديات الكتيرة، لكن ربنا أداهم نعمة ومعونة يعملوا المؤتمر. عايز أشكر قناة القرمة اللي بتتعب وتنقل لنا المؤتمر، عايز أشكر فريق فلادلفيا اللي بيصوروا، وشكرا للرب لأجل كل واحد بيتعب معانا علشان يوصل لك رسالة المسيح. قدام التحديات اللي احنا فيها الايام ديت، العدو بيحبس كل واحد فينا خلال ظروف ومتاعب وصعوبات، وبيحاول يشككه في محبة ربنا، وبيحاول يحط كل واحد مننا وكل واحدة يحاول يحطه جوه كورنر ويقول له ربنا فين. النهاردة هنتكلم عن شخصية من الشخصيات الكتابية اللي يمكن مش كتير بنتكلم عنها، لكن ازاي قدرت تخطي فوق الظروف الصعبة، وقدرت بنعمة الله ما تتحبس جوه الظروف الصعبة بتاعتها. نتكلم النهاردة عن شخصية اسمها يعبيس، موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4، واسمحوا لي أقرأ معاكم آيتين في أخبار الأيام الأول أصحاح 4 وعدد 9. يقول الكتاب: وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، فأتاه الله بما سأل. يعبيس أحبائي هو صورة لشخصية مش اللي بيبكي على اللبن المسكوب، شخصية اللي قدرت تقدر تتسلق فوق حائل وحائط الظروف بتاعتها، زيي وزيك
يمكن اليومين اللي فاتوا بعد نتيجة الثانوية العامة أو تحديات كورونا أو الشغل اللي مش متوفر كتير عند البعض مننا، وقف الظروف ديت قدامنا كحائط كبير وقعدنا حاطين ايدينا على خدنا، يمكن اتشككنا في صلاح الله، ويمكن بطلنا نصلي وبطلنا نفرح وبطلنا نرنم. يعبيس رغم الظروف الصعبة لكن قدر يتخطى هذه الظروف، ولما صلى طلب أروع الطلبات. عايز أتكلم معاكم حبايبي عن خطورة إن أنا أكون محبوس جوه الظروف بتاعتي. عايز أرمي سؤال وهننتظر نسمع الإجابات منكم على اللينك وهأعلن نتيجتها بعد نص دقيقة. كيف ترى ظروفك؟ كيف ترى ظروفك؟ تفاصيل السؤال موجودة عندكم، هتشوفوها على اللينك دلوقتي، وأتمنى أن أنتوا تجاوبوا وتعملوا لنا فوت وتبعتوا لي النتيجة وهعلن عنها بعد شوية. كيف ترى ظروفك؟ خطورة أن أنا حبيبي أعيش مقفول عليا، أنا ظروفي صعبة، أنا بخت مايل، أنا أوحش واحد في البلد بتاعي، أنا ما جبتش مجموع كويس في الثانوية، أنا ما بيتي مش أحسن بيت، أنا مستواي المادي ولبسي مش أحسن، أنا متعرض لمشاكل صعبة. أنا عايز أتكلم معاكم حبايبي عن خطورة إن أنا أعيش محبوس في ظروفي. خطر الأولاني هو هدور حوالين ذاتي وحوالين نفسي. إحنا سمعنا في الخدمة اللي فاتت من الأخ يوسف إن أنا مش متصمم إن أنا أبقى السنتر وتدور حواليه كل حاجة، واللي بيعمل كده بيتحطم. أنا متصمم أنا زي كوكب بلف في المجموعة الشمسية حوالين المحور اللي هو الرب يسوع المسيح الذي فيه يقوم الكل. أعتقد إن النتيجة بتاعت الفوت بتاعتكم وصلت، وأحب إن أنا أعلنها ليكم. 81% كتب لنا أنه راضي عن الظروف بتاعته، 4% قال غير راضي، 15% قالوا أن احنا مخنوقين ومتضايقين. أحييكم على التجاوب بتاعكم، وتعالوا نشوف مع بعض إزاي يكون عندنا رؤية صحيحة للظروف اللي احنا بنمر فيها. أنا كنت بقول من شوية أحبائي خطر جدا ان انا اعيش محبوس في الظروف بتاعتي. الضرر الاولاني هلف حوالين نفسي، ولما الف حوالين نفسي النتيجة الحتمية يا اما هنحني او يا اما هبتدي ارسي لنفسي. في يوم من الايام داود لما اتحبس جوه الظروف بتاعته قال العبارة اللي موجودة قدامكم أحبائي، قال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول. لكن الخطر رقم 2، إذا قعدت أنا محبوس جوه نفسي وجوه ظروفي وجوه احتياجاتي، نتيجة تانية أحبائي لا يمكن أن أنا هوصل لدرجة الفرح أو الإشباع أو الرضا. عجباني قوي عبارة موجودة في سفر الجامعة بتقول، صح الأولاني، بتقول إن كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. إحنا جنب البحر الأبيض المتوسط دلوقتي شمال مصر، والبحر المتوسط بيصب فيه عدة أنهار، منها نهر النيل اللي موجود في مصر وأنهار تانية. عمر ما البحر الأبيض المتوسط رفع راية وقال يا جماعة أنا إناف كفاية. حبيبي أخويا أختي، إذا عشت محبوس جوا نفسك جوا ذاتك هتوصل في يوم من الأيام لدرجة من الخنقة واليأس، ولازم تعرف أنه لا يمكن أنه في يوم من الأيام وأنا بلف حوالين نفسي أن أنا هقدر أحقق الشبع والفرح واللذة. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، العين لا تشبع من النظر، الأذن لا تمتلئ من السمع، واسمع الكلمة اللي جاية، فليس تحت الشمس جديد. حاطت قدام حضراتكم شخصيتين. الشخصية الأولانية ألفيس بريسلي،
وأعتقد اللي بيقلب في تاريخ المشاهير يعرف اسم ألفيس بريسلي، بيسموه بوب اوف رول تقريبا. والراجل ده من أشهر 12 مغني على مستوى التاريخ. الراجل دوت كانت ثروته وقت ما مات 70 مليون دولار. الراجل ده كان يمتلك 3 طيارات. الراجل ده مرة عزم أصحابه على 10 عربيات جديدة، وقتها رولز رويس كانت أحدث موديل. إيه رأيكم؟ هتقولوا دي الناس اللي عايشة صح؟ بس الراجل دوت كان محبوس جوا نفسه، وكتب وقال أنا ألفيس بريسلي أشهر واحد يتمنوا الناس يتصوروا معايا يبقوا زيي، لكن بكتب بخط إيدي أنا أتعس إنسان في التاريخ. بعد سهرة كبيرة قوي ورجوعه للقصر بتاعه الصبحية، خبطوا عليه ما فتحش، كسروا الباب لقوه منتحر. كل الانهار تجري للبحر والبحر ليس بملآن. اللي يشبع القلب هو الرب يسوع المسيح المرنم. انت للمن الذي تشبع قلبي، لا يجوع القلب حاشا. الشخصيه الثانيه السامريه، ألفيس بريسلي جبته من التاريخ، من الكتاب المقدس. عندنا السامريه. السامريه شخصية نسائية كانت تبحث عن الشبع العاطفي، ودخلت في علاقات جنسية عاطفية مع 6 أشخاص. وقال لها المسيح لما تقابل معها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. حبيبي ابني وبنتي، عايز أقول لك على خبر. اوعى العدو يدخل لك زي الحية يقول لك ظروفك صعبة. تعال بص في ظروفك، قارن بين نفسك والناس اللي حواليك. تعال كده فكر، يعني اللي انت فيه هو عايز يقودك اما الى الرثاء للنفس والانحناء، وعايزك ما تاخدش بالك انك استحالة وانت بتلف حوالين نفسك انك راح تشبع نفسك. لكن في نتيجة تالتة خطيرة حبايبي، لما لف حوالين نفسي ولف حوالين مشكلتي ولف حوالين احتياجي، ان انا مش هتقدم لقدام. مين فينا اتحبس جوه نفسه وقدر ياخد خطوة لقدام؟ حبايبي ما حصلش، ما حصلش. ده بالعكس، وانا محبوس جوه نفسي انا بتقوقع، بدخل في شرنقة زي الفراشة والدودة، والنتيجة بتراجع لورا. استعجبني قوي الرسول بولس لما كتب في فيليبي 3:13، لما قال: إذ أنا أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى. ممكن تقول معايا الآية دي؟ عايز أسمع صوتكم، يلا قولوا معايا: إذ أنا أنسى ها ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. خدت بالك معايا؟ أنسى ما هو وراء. حصل معايا فشل في الوقت اللي فات، حصل معايا مشاكل في الوقت اللي فات، حصل معايا حرمانات في الوقت اللي فات، حصل عندي وفاة في الأسرة بتاعتي. حبيبي أخويا وأختي وابني وبنتي، أرجوك اوعى العدو يحبسك ويقول حصل في عيلتنا ظرف وفاة وليه ربنا خد فلان من عندنا، حصل إن أنا خسرت حاجة معينة وليه ربنا، فين ربنا؟ القاسي دوت اللي عمل معايا كذا وكذا وكذا. يلا تقول معايا مرة أخيرة: أنسى ها ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر أنت رسمها لي، ساعدني يا رب أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي. عايز أقدم لحضراتكم حبايبي أبطال قدروا إن هم يدوسوا على ظروفهم، أبطال قدروا يدوسوا على مشاكلهم، وقدروا يتخطوا كل المعطلات بتاعتهم حبايبي. واحد من الأبطال دوت يعبيس،
يعبيس اللي قرينا عنه النهاردة حبايبي، اللي صلى رغم ظروفه الصعبة. ايه الظروف بتاعته الصعبة؟ كلمة يعبيس حبايبي معناها حزين، حزين. ولدته امه بحزن، لكن رغم كده لما صلى طلب اربع طلبات. والاربع طلبات اخواتي الافاضل الاحبة هم ولا طلبة فيهم عشان نفسهم. اخ عوض ممكن استسمحك بس عايز اعمل حاجة هنا لو تسمح، معلش. الاربع طلبات دولت اللي احنا قريناهم مع بعض. حد فاكر الطلبات ديت اللي احنا قريناها مع بعض لما قال له ها يلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني؟ فأتاه الله بما سأل. خدت بالك من الأربع طلبات دولت؟ ولا طلبة فيهم إخوات الأفاضل، ولا طلبة فيهم كان بيقول فيها يا رب ظروفي الصعبة اللي أنا متشكر أخوات اللي أنا تعبان منها، لكن شوف أول طلبة طلبها ليتك تباركني، ليتك تباركني. إيه هي البركة؟ إيه هي البركة؟ خلي بالك أنا عايز أكلمك عن واحد طلع برا ظروفه، ما عادش يبكي يا رب أنا تعبان، أنا عندي مشكلة في البيت، أنا عيلتي أقل من الناس اللي حواليا، أنا متحطم، أنا عايز انتحر، أنا عايز أسيب الدنيا بتاعتي. لا، طلب البركة. إيه هي البركة حبيبي؟ مش ان مشكلتي تتحل، مش ان يكون عندي احسن لبس، مش ان انا اكون في احسن عيلة. لا، البركة حسب تعريف العهد الجديد هي كل اللي عند الله ابونا، كل اللي عند الله ابونا. مين حافظ افسس 1:3-4 يقول معايا مبارك الله؟ يلا عايز اسمع صوتكم. ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. ليتك تباركني. بص معايا الطلبة الثانية، قال له وتوسع تخومي. توسع تخومي، تأثير البركة، تأثير البركة. أنا مش عايز البركة بتاعتي أنا أتبارك، أنا أتعزى، أنا أفرح، أنا هيص. لا، أنا عايز البركة بتاعتي تمتد إلى أصحابي في المدرسة، تمتد للجيران بتوعي في العمارة، تمتد للمدينة والقرية بتاعتي. توسع تخومي. لكمان الطلبة التالتة رائعة هتحبوها، وتكون يدك معي. ضمان البركة، ضمان البركة. إيه اللي يضمن ان البركة في حياتي وحياتك تستمر؟ مين فينا، يلا شباب قولولي، مين فينا، مش بس الشباب الصغير، حتى الناس اللي مشوا في طريق الإيمان الأكبر مننا، مين فينا يقدر يضمن البركة لنفسه؟ ده لو ربنا ونعمته تخلت عني دقيقة واحدة أضعف وأصير كواحد من الناس. عشان كده يعبيس قال له أنا عايز البركة تستمر، واستمرارية البركة في حياتي تكون يدك معي. حلوة قوي، تكون يدك معي، تكون يدك معي. قال له أساف مرة أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني. ايه رايكم، ايه رايك؟ عايز تشفى من الاكتئاب اللي انت فيه النهارده؟ عايز النهارده تطلع بره الدايره والشرنقه اللي الشيطان حبسك فيها؟ انت اقل واحد في البلد، ظروفك صعبه قوي، انت يا حرام محطم، عايز تفرح؟ يلا بينا نغير الاولويات اللي عندنا، بدل ما عمال ادور حوالين نفسي انا وظروفي ومشكلتي واحتياجي. لا، تعالوا بينا نطلب طلبة الحلوة، ضمان البركة. طلبة الأخيرة اللي طلبها، قال له تحفظني من الشر. معطل لأي بركة الشر. كل الخدمات اللي فاتت سمعناها كان في تركيز على كلمة النقاوة والطهارة. عارف إيه اللي يحطم أحسن مؤمن وأحسن خادم وأحسن قديس؟ الخطية. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. أنا بكلمك عن أبطال طلعوا برا دايرة زواتهم وعرفوا يتخطوا، رموا الظروف جانبا. بس على فكرة
اوعى تفتكر ربنا ينسى ظروفك، هتكلم عنها بعد دقايق قليلين. كلمت عن يعبيص، عايز اتكلم عن شخصية اسمها جوني إريكسون. جوني إريكسون هي فتاة أمريكية ولدت سنة 49 وأصيبت بشلل كامل، كانت بتقفز قفزة في حمام السباحة وما كانتش متوقعة إنه المية قليلة، حصل لها كسر في العمود الفقري، أصيبت بشلل، حاولت تنتحر أكتر من مرة، لكن اتقابلت مع المسيح، تعلمت الرسم. تعلمت الرسم وباعت لوحتها. لا مش بس كده، ده كمان ربنا استخدمها تأسس مؤسسة للمعاقين اسمها Christian Ministry in the Disability Community، مؤسسة رائعة لخدمة الناس المعاقين. بص كده جوني إريكسون وهي بترسم ببقها. شرفني ربنا أتقابل معها في سنة 2000 في هولندا، وقديه فرحت بهذه الشخصية وسابت أثر في حياتي. واحدة شلت شلل كامل ماشي على كرسي متحرك، مش بس قدرت تمجد ربنا لكن كمان قدرت تعمل مؤسسة للمعاقين. حبيبي خلي بالك من ضربة الشيطان ليك، وانت صغير عايز يأسك ويجيب لك اكتئاب او يرميك على المخدرات والسجاير او يرميك على العلاقات النجسة. انت معذور غصب عنك، انت ظروفك صعبة، اوعى تصدق الكذبة ديت. لكن يلا بينا انا وانتو، انا وانتو، احنا مرينا في وقت تعبنا قوي اليومين اللي فات طبعا بتاعت كورونا والحبسة، وما فيش مدارس وما فيش مؤتمرات وما فيش كنائس وما فيش خروج وما فيش فسح وما فيش شواطئ، تعبانين انا معاك. بس ايه رأيك نتحبس جوه نفسنا ونتحطم بزيادة، ولا بينا نختبر اختبار زي جوني إريكسون ديت لما قالت مع حبقوق: السيد الرب قوتي يجعل رجلي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي، يمشيني على مرتفعاتي. مش بس تكلمت عن يعبيص، تكلمت عن جوني إريكسون، لكن تكلم عن يوسف اللي في الكتاب. يوسف ما فيش شخصية تعرضت لضغوط نفسية رهيبة قد يوسف، ونتيجة الظروف اللي مرت يبيعوه اخواته، يروح مصر هو عنده 17 سنة، ما فيش تليفونات، ما فيش انترنت، مش يتواصل مع اهله مرة تاني، تعامل معاملة وحشة، راح السجن. نتيجة الضغوط ديت كان مفروض يوسف يكون يا إما معقد نفسيا يا إما يعاني من الحرمان والكبت الجنسي والعاطفي، أو إن هو يبقى عدواني، شخص عدواني يهبش في الناس اللي حواليه وعايز يتخانق مع دبان وشه زي ما بيقولوا الناس. لكن ما حصلش كده، بدل من يكون شخص معقد كان. نقرأ عن يوسف في سفر التكوين ابتداء من 37 لحد أصحاح 50، هذه القصة الجميلة. لقيناه أمينا سويا، شخص فرحان مش عايز ينتقم، شخص بيشكر ربنا، مش معقد، مش منطوع على نفسه. أمينا وسويا، كلمة سويا يعني صحيح نفسيا، عفيف نقي، نقي يقف قدام الخطيئة يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. كان مفروض يقول أنا غصب عني أعمل إيه بقى، أنا محطم وربنا سابني بقى أروح أعمل خطيئة وأعمل علاقة مع مرات فوتيفار. لا، عفيفا نقيا، لكن كمان كان خدوما. السبب اللي خلى يوسف ما يتحبس جوه نفسه يا شباب، السبب اللي خلى يوسف يبقى شخصية نفسية ناجحة وعمليا ناجحا، هي في سببين عايز احطهم قدام حضراتكم. تقروا معايا الآية اللي قال عنها أبوه في تكوين 49 عدد 24، قولوا معايا قدام حضراتكم: وتشددت. الله الله، نفسي كده ربنا يشدد نفسيتي ونفسيتك ويشفيني، اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة والخطية، اشفيني، محتاج لك يا فدية، محتاج للرب، رب يشفيك الليلة دي، تقول أمين. تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، عرف يعمل كونكشن، ياخد سيجنال من عند ربنا فوق ويتقوى ويتشدد ويتشجع، ما انحناش. السبب الثاني اللي خلى يوسف هلسي
صحيح نفسيا وسوي، كان قدامه غرض ان هو ما يعيش في ذاته، يعيش لمجد الله زي ما سمعنا، ويعيش لبركة الناس. لما تقابل مع اخواته قال لهم لانه لاستبقاء حياة ارسلنا الله الى هنا. عايز تشفى، عايز ما تتحطمش، مش لما تجيب كل الطلبات، مش لما بابا وماما يجيبوا لك اللي انت عايزه، لو جابوا لك كل حاجة انت عايزها هتتحطم بزيادة. اسأل ألفيس بريسلي، مش هتعرف توصل له طبعا وما تمناش توصل له، لكن هتتحطم. لكن عايز تعيش فرحان اسأل يوسف في الكتاب المقدس، هيقول لك انا خدت معونة يومية من الرب من الكتاب والصلاة بالروح القدس، وكمان انا عشت لست لذاتي وشهواتي، يا رب اني ملكك، يا رب اني لك اعني، وخذ يدي بيدك. يبقى السؤال الاخير، ماذا عن احتياجاتي؟ طيب، وبالمناسبة عايز احط سؤال تاني ليكم، اشكركم على التجاوب وجاوبوا على اللينك اللي موجود قدامكم، هقول النتيجة بتاعته. كيف ترى موقف الله من احتياجاتك؟ كيف ترى موقف الله من احتياجاتك؟ من فضلكم عندكم 3 اختيارات، اقروها وابعتوا لنا الرد على اللينك دلوقتي. الله اخبره ايه من احتياجاتي؟ هل معنى كلام ان ربنا طيب خلاص انت هتعيش باصص للرب وهتعيش فرحان بالرب وتتخطى فوق ظروفك وربنا يدوس عليك برجليه؟ يقول لك مش مهم احتياجاتك، مش مهم التعليم بتاعك، مش مهم لبسك، مش مهم احتياجاتك. اوعى تصدق العدو الكذاب، العدو الكذاب. بص معايا حبيبي، بص معايا ابني وبنتي، شباب ثانوي في بصمة. عايز اقول لك 4 حاجات هختم بيهم كلام النهاردة بخصوص احتياجاتي واحتياجاتك. حاجة الاولانية اللي يعلمها لنا الكتاب المقدس، انا غالي جدا على قلب الرب. انا غالي عليك ربي، انا غالي عليك، وغلاوتي مش فيا، ده الدم اللي مدفوع فيا على الصليب. يلا اقروا معايا العبارة الجميلة في أشعياء 43، لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. وبعدين يجي في عدد 4 يقول له اصرت عزيزا في عيني مكرما، أنا قد أحببتك. ما تصدقش كذبة الشيطان، ربنا مش بيحبك، صدق اللي مات على الصليب يسوع المسيح، اللي قال لي وقال لك وقال لك ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حاجة تانية قبل ما أقول حاجة تانية، أعتقد نتيجة الفوت وصلت لي. 4% كان السؤال بيقول كيف ترى موقف الله من احتياجاتك، 4% قالوا أطلب وربنا ما بيستجبش، 20% قالوا لم يعطني ما أطلب لكني أثق في محبته، 76% واو بيقولوا انتظر ربنا يفعل مشيئته. وحي كل اللي جاوب من كل الطبقات. تعالوا نشوف مع بعض حبايبي، تعالوا نشوف مع بعض كيف يهتم الله باحتياجاتي. 1 قلت اعرف من كلمة الله انا غالي على الرب. 2 ربنا يعرف كل احتياجاتك الصغيرة والكبيرة، ابوكم يعلم ما تحتاجون إلى هذه. المرة علمت أوجاعهم نزلت لأخلصهم. 3 حاجة التالتة عايزك تعرفها، أن ربنا يتدخل في التوقيت المناسب. ربنا عنده توقيت يا شباب، يعرف إمتى يدخلني أنهي كلية دي أو ديت، إمتى يختار شريك حياة، إمتى يوجد شغلانة، إمتى يسمح لي بظروف ضيقة يشكل بيها حياتي وظروفي. ربنا يعرف يتدخل. يقول الكتاب فحبلت سارة بعد 25 سنة من وعد ربنا لها وابراهيم، وولدت ابنا لابراهيم في شيخوخته في الوقت، في الوقت، في الوقت الذي تكلم الله عنه. حاجة الرابعة اللي عايزك تعرفها معايا، ربنا يمنع او يمنح. مرة قال لبولس عندك شوكة بس تكفيك نعمتي، ومرة قال لقائد 100 أنا آتي وأشفيه. وفي كل الأحوال
وفي جميع الأحوال إذا استجبت طلبتي أو شئت رب الامتناع في كل حال أشكرك إكرامك والاستماع. إذا منح بيحبني. عشان كده في كل الظروف كل الأحوال أقدر أهتف وأقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. أنا خلصت كلامي تقريبا أحبائي، بس عايز قبل ما أقفل وقت الكلام بتاعي حابب أوي إن إحنا نصلي مع بعض. افتكر الرسالة اللي الرب بعتها لك الليلة دي. من فضلك اوعى العدو يخليك يقول لك طب خلاص احنا الوعظة خلصت بقى اروح اشوف احنا لسه عندنا وقت تاني لإجابة الأسئلة، احنا لسه مخلصناش الاجتماع، بس عايزين نصلي مع بعض. يا رب العدو عايز يحبسني جوه ظروفي، جوه ضيقاتي، جوه مشكلتي، جوه النقص اللي عندي، جوه ظروف البيت، جوه ظروف البلد، عايز يعقدني، عايز يحطمني. بس النهارده انت خدت تفكيري ازاي اطلع بره ظروفي، يبقى عندي اولويات وحاجات تانية. اعمل زي يوسف، زي عبيص اللي طلب البركة، اعمل زي جوني اريكسون، اعمل زي الكثيرين اللي حطوا عينيهم عليك وخدوا معونة من عندك. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. هو بيحبك، هو عارف احتياجك، هو هيبعت لك الاحتياج في وقته، اسرع به. بس تعال انا وانت وانتي ناخد معونة من عند الرب. تحبوا تحنوا رؤوسكم وتصلوا معايا؟ يلا صلوا حبائي، صلي معايا من فضلك. قول يا رب انا تعبان، انا مكتئب، انا محبوس جوا نفسي، انا محطم، بفكر اني لما اجيب واعمل واروح واسوي والبس هكون اسعد انسان. راحتي يا رب حقا ان لي فيك مكان، واثقا لانسى منك مهما طالب الزمان. المرنم كده بفتح لك قلبي اللي مت على الصليب، اشفيني من كل كآبة وضعف وحيرة، اشفيني من شكوك العدو ان انا منسي عندك، واملأ قلبي بالفرح والضمان والامان. اديني اتسلق فوق احتياجاتي وعيش لك واحبك واخدم اللي حواليا، اشبع بالكتاب، اشبع بمحبة الصليب، واثق انك في وقته هتبعت لي. صلي معايا الصلوة البسيطة لو تحب تردد معايا. يا رب يسوع اشكرك من قلبي لانك بتحبني، ودليل المحبة موتك على الصليب. صحيح انا تعبان بسبب ظروف كتيرة في الارض، لكن مش معقول اللي اداني نفسه هيبخل عليا. اثق في حبك واثق انك في وقته هتبعت لي الاحتياج. بس لحد ما تبعت لي الاحتياج خد بايديا، املاني بروحك واملاني بمعونة عشان اتسلق فوق كل الظروف واحبك وعيش لك واخدمك باسم المسيح، امين. احبائي خليكم معانا بعد الفاصل الصغير، هنتقابل مع بعض بعد دقائق، بعد لحظات، عشان نجاوب على اسئلتكم. الرب معاكم. أهلا بك عزيزي مشاهد مؤتمر بصمة سنوي لكنائس الإخوة في مصر عبر قناة الكرمة. احنا حاليا في ضيافة خادم الرب الفاضل أخ إيليا كرولوس، والموضوع لو أنت ما كنتش متابع معنا من الأول بنتكلم عن قصد الله من الظروف الصعبة. أهلا أخ إيليا. أهلا بك حقيقي.
عايز أعبر عن شكر للرب. كان وقت مبارك استمتعت فيه أنا شخصيا بإجابة على أسئلة كتير كانت محيراني الفترة اللي فاتت. عندنا أسئلة كتير يعني عايز أستغل الوقت مع حضرتك أبتدي على طول. أهلا بك كل السرور حبيبي. شكرا يا رجل الله. أول سؤال تكرر كتير، إزاي أقبل بظروفي الصعبة؟ يعني ده أكتر سؤال تكرر، إزاي أكون قابل للظروف الصعبة اللي أنا بمر بيها؟ أنا محتاج معونة من عند الرب زي ما كنت بقول في آخر الكلام، محتاج شفاء إلهي. الشفاء الإلهي، اللمسة الإلهية تخليني أعرف إن إلهي بيحبني، ومقياس المحبة مش الظروف الصعبة اللي حوالي، لكن مقياس المحبة هو عمل الصليب. حاجة تانية، أنا محتاج طاقة نفسية روحية عشان أقدر أقاوم الضغط الشيطاني والزن كل يوم اسقيل لي كل يوم من أين إلهك في ربنا. ضغط نفسي علي، قد يكون ضغط من الناس اللي حواليا، من صحابي، من المقارنات، من ترياقة الشباب اللي حواليا، من حاجات كتيرة. فأنا محتاج معونة، هذه المعونة ألاقيها في قعدتي مع الرب مع الكتاب. يبقى أنا محتاج أثق في محبة الرب تشفيني، ومحتاج أخذ معونة من الرب عشان أقدر أقاوم العدو. والحاجة الأخيرة، وأنا بقرأ الكتاب أتملي بيقين. اليقين دوت إن ربنا عنده توقيت وبرنامج هيعمل لي اللي هو شايفه في التوقيت المناسب. حلو، أنا عجبني كلمة إن ربنا عنده توقيت. أيوة، ده هيقودني لسؤال، الظروف الصعبة دي هتستمر كتير ولا على كلمة حضرتك الله عنده توقيت للظرف ده والظرف هيتغير؟ يعني هل الظروف دي هتفضل مستمرة على طول ولا ليها وقت محدد لهدف محدد؟ معظم الأجهزة اللي بنستخدمها في بيوتنا يبقى ليها تايمر، والتايمر ده مهم قوي قوي، بيظبط التوقيت، يظبط الفرن، يظبط الفرنة. لو أنا بستعمل ميكروويف، بستعمل فرن، بستعمل حاجة، حتى في بعض أجهزة الكمبيوتر في تايمر يقول لي الداونلود ده هيقعد ساعتين، هيقعد ساعة. ربنا عنده تايمر، والتايمر بتاع ربنا مظبوط قوي. فالتايمر كان عند سارة وإبراهيم، ربنا زبطه على 25 سنة. التايمر كان عند العازر ومرسى ومريم كان 4 أيام. لحسن حد يفتكر يقول لك ربنا يستنى 25 سنة يد المصيبة، لا، ربنا عنده تايمر ظبطه لكل مشكلة وكل احتياج عندنا. عايز اقول حبايب الشباب ما تخافوش، انت غالي قوي على الرب، صدقني، لا صدق الكتاب. ارجوك حبيبي ابني وبنت، اوعى تصدق كذبة الشيطان، انت مالكش لازمة، انت شفت انت يعني ما عندكش فلوس، مش لاقي شغل، مش لاقي ماركة تلبسها، مش حاجات زي كده. ما صدق، صدق المسيح اللي حبك ومات عشانك، واللي حبك واخد باله من ظروفك وعنده توقيت. صدقني عنده توقيت، انا الرب في وقته اسرع به. حلو، يعني حلو ان احنا واضح ان الله عنده توقيت لكل حاجة محسوبة، يعني الله حاسب مقدار الوقت ومقدار الضغط اللي انا هكون فيه. نعم، ده هيقودني للسؤال اللي بعده. طيب هو ايه يعني ايه قصد الله، او ليه ربنا عارف ان انا هتحط جوه الفرن، هتوجع؟ ايه قصده من انه يدخلني الفرن؟ ايه قصده انه يوجعني؟ طب ما هو بيحبني، يوجعني ليه؟ ولما هو عارف، متاسف اني قطعت حضرتك، لما هو عارف ان الاخ ايليا غالي عليا، طب ياخده مني ليه اصلا؟ ما انت عارف ان انا هتوجع لما انت تاخده مني. ده سؤال بتسجلنا على الخاص يعني، بس مش ياخدني، ما تخافش انا قاعد. لا لا، ده انت على راسنا، بس هو انا بسال يعني انت غالي عليا، وربنا عارف ان الاخ ايليا ده شخص غالي عليا، ولما ياخده انا هتوجع، هتالم، طب ليه تاخده مني؟ لو في الندوه اللي فاتت كان معانا الأخ يوسف وقال إنه مش هنلاقي إجابات في الأرض على ليه وليه وليه وليه، لكن عايز أقول ردا على السؤال الأولاني، ليه الظروف الصعبة عامة؟ الطبيعة البشرية أخوائل تحتاج إلى تدريب، صح؟ طبيعتنا البشرية تحتاج إلى تدريب. مين فينا تولد من بطن أمه اشتغل دكتور ولا اشتغل مهندس ولا عامل ولا ها؟ بيقولوا عامل الراجل بيطلع الفضاء، مش كده؟ علشان يطير في الفضاء لازم يكون طار مش عارف كام ساعة طيران، تدريب، خد تدريب طويل 1000 ساعة.
وبعدين يخش في ضغوطات في حاجة زي السنترفيوج كده، الطرد المركزي، عشان يستحمل اللاجاذبية. ربنا عشان يشكل طبيعتنا لازم يعدينا في ظروف صعبة وضغوطات صعبة، مش كده؟ مرة قال أدخلتنا إلى الماء والنار ثم أخرجنا إلى الخصب. شوف واحد زي يوسف بعد الضيقات طلع أمير ينفع يدبر أرض مصر كلها، وهكذا وهكذا. حبيبي ما تزعلوش من الضغوط الصعبة. كل اللي عاشوا حياة مرفهة متدلعة طلعوا بايظين وخايبين، وكل الأبطال اللي عدوا في ظروف قاسية طلعت منهم رجالة ذهب لؤلؤة غالية كثيرة الثمن. ده يقودني بمناسبة الكلام عن يوسف، حد بيسأل سؤال بيقول أحيانا ربنا يمد ظروف أكبر من سني، يعني أنا سني صغير مش مستحمل الظروف اللي الله حطيني فيها، تتوقع ليه ربنا ممكن يحط الواحد أو مش ليه هو هل استحالة. ممكن الله يحط حد استحالة. ظروف أكبر من سنه؟ استحالة. أنا حسب وجهة نظري شايف إنها صعبة. مرة قال له داود لماذا نسيتني؟ مش كده؟ أنا لما أنا عملت كذا عملية جراحية، وبعدين لما دخلت غرفة العمليات قعدت أتساءل طب ليه هتعمل كده؟ ليه هتمسك المشرط الصعب دوت؟ ده منظره يخوف يا دكتور، واخد بالك؟ أنا بقلة خبرتي عايز أعترض على دكتور الجراح هيعمل ليه ويستخدم إيه، بس هو عارف بيعمل إيه. عجبني المرنم لما قال على الرب قال بحكمة يصنع أو يفعل وذا هو الأفضل. صح. فربنا الحكيم اللي قال عنه الكتاب كلها بحكمة صنعت. تعالوا نستودع أنفسنا للرب وقول له أنت اللي بتحبني، أنت الحكيم، أنت هتعمل كل حاجة صح وفي وقتها صح. صح. سعيد من شوية كان بيقول إيدك بتعمل الصح. صحيح. يعني لازم أثق إن إيد الله بتعمل في التوقيت الصح الحاجة الصح. ده هيقودني للسؤال اللي بعده. فضل. ما صار كلام كتير في الأيام دي طلبة الثانوية العامة، يعني جاي لنا كذا سؤال. أنا حطيت أمل في ربنا إن أنا يعني هذاكر وهتعب وربنا هيديني الكلية اللي أنا عايزها، ثم تفاجأ إنه فشل، يعني أو ما جاش اللي هو عايزه، مش هقول ربنا ده أو ما ادهش، لكن ما جاش اللي كان نفسه فيه، فبالنسبة له ربنا يعني تخلى عنه، ربنا سابه، حطه في ظرف صعب. أنا كنت عايز أدخل كلية الفلانية، مش هو بتاعي مش هيدخلني حاجة. طب ليه يا رب؟ ما أنا يعني دي حاجة صغيرة، خليني أجيب 90، أجيب 95، أنا جايب 75 بس مش مهم. خليني أجيب يعني زي الناس اللي جابت دي، يعني ليه؟ ما أنا ذاكرت تعبت. عايز أقول إجابتين، يعني متأسف عايز أوجه كلمة لدول اللي في الثانوية العامة بالذات، لأن دول أكتر نسبة بتتابعنا وعندهم نفس التساؤل ده، ليه يا رب ليه؟ كان نفسي يعني كان عندي أمل فيك، ليه تدخلني في دي؟ كده هقول ثلاث إجابات. براحتك. الإجابة الأولانية، هل أنت أثرت في المذاكرة ولا لا؟ إذا كنت أنت أثرت في المذاكرة ما تزعلش من المجموع اللي جالك. طبعا أنا بقول احتمالات ثلاثة، أنت تختار الحالة اللي تناسبك. الحاجة الثانية، لا أنا ما أثرتش في المذاكرة لكن كان في حالات غش في القرية بتاعتي أو البلد بتاعي، فالناس اللي غشوا جابوا مجموع، ما تزعلش. فنحن بصفة عامة موجودين في عالم موضوع في الشرير، أحيانا يدي العالم اللي ما يستاهلش. ده الإجابة التانية. الإجابة التالتة، لا أنا ذكرت وعملت أحسن ما عندي بس جي المجموعة دوت. في الحالة ديت ثق إن الرب عامل لك خطة عظيمة مدبرها لك. طالما أنت ذكرت عملت اللي عندك جبت آخر ما عندك، ربنا سمح بالمجموعة دوت. أنا شايف اللي تحت رجليا بس، أنا نفسي أخش هندسة، طب، سياسة، اقتصاد، حاجات القمة، أنا شايف إن دي أحسن حاجة ليا. أنا مش شايف بعد ما أنزل من القاعة دي في إيه، لكن ربنا عارف بكرة أنت هينفع معاك إيه، ظروف البلد إيه، المكان اللي هتشتغل فيه إيه، الدولة اللي هتعيش فيها إيه، ممكن يكون ليك خطة ربنا هيصفرك بره مثلا،
والشهادة اللي تاخدها دي ملاش لازمة بر. أنا بقول أمثلة، ربنا عارف خطة، خطة جميلة، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. في كل الأحوال تعالى حط ظروفك قدام الرب وقول له أنا بين إيديك، اعمل ما يحسن في عينيك. أمين. عندي سؤال كمان، حد بيسأل أنا راضي عن ظروفي، يعني ماشي متأقلم معاه، بس المشكلة أنا لما بطلع برا بشوف حاجات كتير مش عندي، مثلا بشوف حد عايش عيشة أفضل، إمكانيات أفضل، فده يخلي عندي تذمر من جواي. بعدين هو كاتب نفس السؤال بيقول إيه، إزاي أنا يعني أقتنع أن دي مظاهر خداعة؟ أنا عجبني اللفظ مظاهر خداعة، يعني هو نفسه مع أنه متذمر من جواه بس مقتنع أن اللي شايفه مش عنده ده مظهر خداع. الحالة اللي زي دي يتعامل إزاي مع أفكاره وقناعاته أن مش بس يكون مكتشف أن دي مظهر خداعة لكن يعيش الواقع ده أن الله مديله الأفضل؟ كلنا يا شباب بتجيلنا لحظات، الواحد لما يشوف المظاهر اللي حواليه والناس اللي عايشين كويسين، للوهلة الأولى بيجيله صدمة كده، إيه ده؟ اشمعنى أنا ما عنديش وما عنديش وما عنديش؟ كلنا في فترة بيحصل معانا كده. بس أقول باختصار، اللي بيظبط أفكاري واللي بيظبط رؤيتي والفهم بتاعي الأمور هو الكتاب المقدس. عندنا اختبار جميل لواحد اسمه أساف، عاش بعيد عن الكتاب المقدس وعاش بعيد عن محضر الله، وبدأ يبص الناس اللي برا فحس ان الأشرار أحسن منه، وهو يا عيني يا بخت المايل أنا أوحش من الكل. الحد ما رجع ودخل المقادس ودخل في حضرة الله، ولما دخل لحضرة الله ربنا كأنه خلع النظارة بتاعته وبدأ ربنا يلبسه النظارة اللي يشوف بها الأمور صح. شوف صح، شوف صح، فشاف الأشرار اللي عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. على فكرة مش حد وعظه في مؤتمر بصمة قال له الأشرار وحشين ونهايتهم وحشة، لا، ده هو شافها اقتناع إلهي، قال يا إلهي اللي أنا شايفه من نجوم السينما وشايفه ممثلات وممثلين والشباب يصور له حاطين صورهم في مزالق جعلتهم أسقطتهم إلى البوار رحين جهنم، إيه اللي أنا ببص عليه دوت؟ بدأ يقتنع، نظر آخرتهم، وبعدين راح في الآخر قال عبارة حلوة، قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. يعني أقول باختصار اللي يخليني أقتنع وأفهم صح، اقرأ الكتاب المقدس حبيبي الغالي وبنتي الغالية، رؤية قراية الكتاب هيديك فكرة صح وهيديك نظرة صحيحة. طيب سؤال أخير، بعدين عندنا طلبة صلاة مهمة. سؤال أخير جاي لنا على الخاص برضو، حد بيسأل بيقول إن الإنسان اللي عايش في ظروف صعبة أحيانا بتكون مش المشكلة في الظروف، أحيانا فيه هو بيقاوم كل عمل الله في حياته، يعني هو بيفتكر، هو كاتب كده أنا بفتكر الحاجات الحلوة، متأسف الحاجات الوحشة وانسى الحاجات الحلوة، يعني افتكر السيء وانسى الحلو، لأن الله عمره ما هيديني على طول سيء حاشا، لكن الله دايما، الله بيوهب خيرات دايما، هو ما بيفتكرش الخير، هو بس بيفتكر الحاجات الوحشة وبعدين يقول لربنا ليه عملت معايا دي، ليه الحلو؟ يعني زي ما قاليه قال أيوب لماذا تخاصمه كل أموره لا يجاوب عنها، أو حسب الأدق يعني أنت ليه بتقاوم ربنا، لماذا تقاومه وتقول هو مش بيجاوب على كل كلامي؟ طيب أرجع تاني لنفس القصة بتاعت أساف، تفضل. علشان أعيش صح وأفهم صح أنا محتاج حبيبي أكون في شركة مع الرب، وأنا في شركة مع الرب مش العدو والشيطان مش هينفرد بيا ياخدني بعيد كده وينزل ضرب فيا وتحطيم وكآبة، لكن لما أقرب من الرب وكون جنب الرب، رب في حضنك روحي تستريح وتهدأه، وانت جنب الرب حبيبي رب يحفظك، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أشجعك عشان تعيش صح خليك جنب الرب، وانت جنب الرب هتبص تقول له ياه كل ده عامله معايا، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
طيب يعني في الدقيقة الأخيرة قبل ما نصلي الدقيقتين دول، عايز حضرتك توجه كلمة لحد فعلا بيمر بظروف صعبة. يعني مش كل الناس بتتوهم ان عندها ظروف صعبة، لكن في ناس فعلا فقدت أحباء، فقدت شيء غالي. ده حقيقة، يعني الألم موجود حقيقي. إن الإنسان اللي بيعدي بأمراض صعبة، في ناس في كورونا مش لاقي حد يعتني بيها، بأمراض مستعصية، الأيام دي ظروفها صعبة فعلا، كل الناس بتختبر الكلام ده. لو حد فقد عزيز أو غالي في الفترة اللي فاتت، يعني وجه له رسالة قبل ما نصل. أنا فقدت ابن أختي غالي عليا، فأنا بكلمكم مش بوعظكم، لكن أنا اليومين اللي فاتوا برضو فقدت حد عزيز علي حبايبي. عايز أقول ربنا بيقدر ظروفي وظروفك. اوعى تفتكر أن ربنا مش واخد باله ومش مقدر أنت تعبان وأنت تعبانة. ربنا مرة قال في موسى: علمت أوجعهم نزلت لأخلصهم. إن كنت تعبان ومتألم، أحسن مكان هو حضن أبويا زي ما قال مرانا. اجري اقعد مع الرب، قل له احميني واشفيني وارفعني وعزيني وامسك ايديا، ما تخنيش فريسة للشيطان. تيجي نصلي مع بعض حبايبي؟ استأذن حضرتك بس احنا عندنا طلبتين صلاة هنختم بيهم. طلبة لأجل دولة غالية علينا، لبنان اللي بيحصل فيها، وشعب لبنان اللي بيشاهدنا على الكرمة. عايزين نصلي ان الرب يتدخل، يحسن ويتدخل في الظروف اللي بتحصل في لبنان. طبعا أمين. بلدنا مصر. عندنا أسرة غالية علينا بعت لنا طلبة صلاة، عندهم طفلة اسمها برسينة أمير، عندها 3 سنين، وجعت من الدور الرابع، يعني بعتها للمؤتمر. نصلي وهم واثقين أن الرب هيستجيب الصلاة. نصلي لأجل لبنان ولأجل برسينة، أن الرب يتدخل في ظروف الأسرة وفلوس وفي اسمها ظروف. برسينة، برسينة أمير، ولأجل لبنان ضروري نصلي. رب معنا يلا نصلي مع بعض حبايبي. يا رب شكرا ليك لان احنا غاليين عليك قوي، قد لا نفهم ما يحدث معنا وحولنا، لكن نفهم ان لنا راعي امين فهو ضامني طول السنين. يا رب بصلي لاجل كل شاب وشابة بيمر في ظروف صعبة، احتضنهم وامسك ايديهم وخدهم لمياه الراحة والكلمة، وشجع نفوسهم يا رب. بصلي لأجل الطفلة برسينة، اعمل معروف لمسة إلهية شافية، نتفق مع حبايبي إنك تزورهم زيارة خاصة. بنصلي لأجل لبنان الشقيق، بنصلي لأجل كل حبايبك هناك، ارحم وافتقد هذه البلد وصلح أوضحها وزورها زيارة واحفظ حبايبك هناك. بنصلي بركة لكل اللي شهدنا، اضمن ثمر الكلمة. باسم المسيح لك الكرامة وكل الحمد. آمين. 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 عزيزي المشاهد، شكرا لأنك كنت معنا في المتابعة. نصلي أن أنت تتابع معنا بكرة في نفس الميعاد الساعة 6 والساعة 8. تابع معنا مؤتمر مستمر. ربي يبارككم. ربه معك.